إلى محبي صيحات الموضة، أكيد نرحب بكم أحلى وأجمل ترحيب في برنامج فاشن. اليوم راح نتحدث عن آخر صيحات ألوان الأزياء أو ألوان الموضة. أكيد هذا الموضوع راح تحدثنا أكثر زميلتي تيري. مرحبا تيري. أهلين رانيا. شنو الجمال، شنو الألوان، ألوان، شنو هالأناقة، شنو هالترتيب. ثانك يو حبيبتي. أو الألوان هيك يعني ايش قد ما يكون واحد يعني معصب، ضايج، بهدى، مود مو باد مود، هو بهدى، بس يشوف هاي الالوان خلص راحه نفسيه. اسكت. شكرا لين غيرتي راحتنا النفسيه. اهلا بالجميع، حلقتنا حلقه جديده من فاشن، واخترنا اليوم صيحات الالوان لانه الالوان هلا اللي دارجه اللي هي الالوان الفاقعه. اوكي، ومش كل واحد يعني جريء، مش كل واحده جريئه انها تلبس هذه الالوان. فانا هون اقول لكم انه كونوا جريئين، لا تخافوا من الالوان، خصوصا هلا لعام 2023 الالوان الفاقعه بكل محل بتروحوا عليه، وين ما تروحي بتلاقيها. صح. الالوان اللي كنتي قبل تخافي تلبسيها لانها مو ملايمه، بلطلون مو ملايم مع الجاكيته او التنوره مو ملايمه مع البلوزه، هيش لا تخافي، ما في هيك هلا، كله بتقدري تدمجي الوان مع بعضيها وتكوني جريئه ولا تخافي منها. تيري، ولو اليوم موضوعنا عن الملابس بس yes. الوان الموضه تضمن ايضا، عفوا، مثلا احذيه، شنط، اكسسوارات؟ يا طبعا، لو بس الملابس؟ لا حتى كمان الاحذيه، كل شيء. ليوم رح نعمل، احنا اليوم رح نعمل الازياء، الملابس، يعني الملابس، بس رح يكون عندنا حلقه خصوصي للشنط، ورح يكون عندنا حلقه خصوصي اصلا الشنط والسكربينات، الاحذيه مع بعض، اللي حورجيكم موديلات وبراند نيم واشياء وايش اللي دارج هلا، لانه حتى زي ما حكيتي رانيا الاحذيه والشنط كمان صارت الالوان تكون فاقعه هلا، كله وين ما تطلعي بتلاقي الوان فاقعه. قبل كانت المره تختار بس مثلا لون اسود يروح مع كل شيء. صح حتى السكربيني هلا لحد الان. يا بتقول لك اسود يروح مع كل شيء، افضل دائما الاسود. هلا يعني كونوا يعني كوني جريئه، حطي ادمجي الوان، رح شو ما تدمجي رح يكون هو هذا للسيزن هذا. هذا سر من اسرار الشخص اللي يحب انه يغير من طبعاً حياته او من حالته، يطلع من حالته النفسيه، حتى الحاله النفسيه بيج تايم. انا واحده منهم. صح. حالتك النفسيه لما انت تدمجي الوان، اوكي، صدقيني بحياتك تتغير. صح. عن جد عن جد، واعترف لكم انا قبل هاي السنه كل اللي بيشوفوني وكل اللي بيعرفوني بيعرفوا، ومن ضمن شغلي كمان كل ملابسي اسود. كنت لما بروح محل فكروا عندي عزا او حدا ميت يعني. لدرجة يسألوني أقول نو 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 أنا بحب الأسود لأنه كلاسي، لون كلاسي بالنسبة لي، كباري، أنيق، وكمان حكنا أكون صريحة أكثر معكم لأني أنا دائما صريحة معكم أكثر، سيكولوجيا بمخي الأسود بضاعفني أكثر. سو يعني كلهم مع بعض هيك حطيهم. صح. وخلوني دائما ألبس أسود. سو الكلازت تاعتي كانت 95% كلها أسود. أسود. لاست يير بعد عيد ميلادي قررت ادخل الالوان لحياتي. بعد ما تعرفتي علي؟ الله، بعد ما تعرفت على رانيا والكادر كله تاع السي ار تي، بصراحه قررت اغير الالوان بحياتي، ادمج الوان بحياتي لانه احلى شيء بالحياه حلوه. يا احلى شيء. فهذا امتى انا قررت، وكثير يعني فرحانه اني يعني اخذت هذا القرار، لانه فعلا بتغير لك نفسيتك. صح. هيك الوان حلوه هيك بتخليكي تكوني يعني مثلا مو رايقه، بصير جوك رايق، بصير عندك كتير كتير بيس يعني بينك وبين نفسك. حتى لو انت تلبسيها تشوفين احد لابسها، يعني انا قلت لك مثلا شفت هذا يعني كلش ارتاحيت نفسيا، يعني طبعا اشوف احد لابس الوان فاقعه يعني ملونه، يعني لون ويا لون، واحد ما يشبه الثاني، يعني فتشيل النظر، يعني ينطي فتشيل النفسيه، كلش كلش حلو. اوكي، سو هلا حبينا نبدي من اول سيد عدنان نبلش بالفيديوهات، نورجيهم الفيديوهات هاي كليبات صغيره انا اخذتها، مو كلها طبعا، مش لكل الفاشن شو اللي حصل بنيمان ماركس قبل اسبوع، كان عندنا احتفال. وباي ذا واي انا كنت بتعرفوني كلكم اني انا بشتغل بنورسوم لهويا، انا ما بشتغل بنورسوم لهويا انيمور، انا صرت بفاشن فالي بنيمان ماركس ستور. سو هدول الفيديوهات مو لكل فاشن شو،
كنا بيزي كتير مشغولين وعنا كتير ناس، سو أخذت بس لقطات صغيرة إلكن بس أكمن فستان حتى أورجيكم إياه. بس المرة الجاية بوعدكم ناخد فيديوهات كاملة لكل الفاشن شو اللي رح يصير بنيمان ماركس. هاي أول فيديو معكم، هذا من نيمان ماركس. شوفوا الفستان هذا مثلا فستان. هو أسود بس فيه كل الألوان، شايفي ما أحلاها؟ حلو. شوفي الألوان اللي فيه، وتطلعي الشال اللي على الكتف قدي حلو هذا، بتقدري تعملي تلبسي بهاي الطريقة، أو هلأ رح يتغير الشال وتحطه بس على كتفها بدل ما يكون كات أزا موديل كات، يعني يا أما تشدة يا أما يا مجرد بس خلي على الكتف، يا أما تقيميها وتكون زي شال على الكتف. شوفي كيف كتير كتير حلو أسود بس إيش، شوفي كل الألوان فيه، شوفي ما أحلى حبيت. الألوان اللي دامجينا فيه حبيت. طبعا هاي الفيديوهات الصغيرة الفساتين اللي فيها التياب كلها براند نيم باي ذا واي، ما في شيء مو براند نيم فيها. ويمكن مكان هذا الشال نقدر نخلي اي تاني شال لون واحد، تقدري مثلا اذا بدك، بس هذا كومبليت. هلا الفيديو تاني صغير برضو زي ما حكيت، طبعا لقطات صغيرة انا اخذت وباخر الفاشن شو، يعني قبل اوله كان بجنن شغلات، واحنا اصلا وقت البرنامج ما يسمح انه يا وبعدين كنا مشغولين كتير بالستور لدرجة اني ما قدرت اطلع الطابق الثاني واخذ. شوفي ما اجمل هذا، هذا الجورجيو أرماني وان، يعني جورجيو أرماني very nice فستان سهرة كتير، يعني السيمبل بس is very classy، والقماشة فيها اللمعة فيها شفتيها كتير بتعطي complete look. طبعا هاي بجنن معها كمان أبدو بجنن شعرها. هلا عنا الثالث، هلا بعد هذا هاي ثالث الفيديو، هذا كمان شيء كتير كمان حلو. يا أجيبن يا طلعي شوفي هذا واحد تاني مجنن. شوفي ما ارتبه ينو الفتحة والكت ينو وان شولدر كت بجنن. شوفي ما اجمله عليها باي ذا واي، حتى الجزدان وحتى السكربين تاعتها كلهم براند نيم، سو دي تراي كل فستان براند نيم كل شيء يكون بقلبه. هذا من جورجي أرماني؟ يس. هلا واحد تاني شوفي هاي السوت بتجنن البيضة، وهذه نيو ديزاينر اشترك بنيمان ماركس، هلا صار عندنا البراند تاعهم انديان، بجنن بنطلون وجاكيت فوقي زي سوت بس للسهرات. شوفي يا بجنن، والخرز اللي عليه دايما والخرز يس. هذه نيو براند بنيمان ماركس هلا انديان، انديان ستايل على هذا الموديل. كل شيء طبعا مع الجزدان مع السكربينة إز بتجنن كتير كتير، شيء راقي وحلو وفري إليجنت يعني بجميع يعني أنواعه. شوف عندي يعني عندي ون مور ولا تمام يا عنا كمان تو مور، خلينا نحطهم عشان هاي كمان واحد. هلا هذا من 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 راسها لأساسها زي ما بيقولوا، كل شيء فالنتينو، كل شيء فالنتينو، السكربينة تاعتها الجزان فالنتينو، الفستان آخر موديل فستان فالنتينو. هذا الفستان مو بس للسهرات، يعني هذا فستان تقدري تروحي على كوكتيل فيه تناول، تقدري تروحي على أي مناسبة أي مناسبة ينو ما دخل مو إلا بالليل، عرفتي لأنه طريقته ألوانه والهاي. بس حبيت أجيب لكم لقطات ينو بس تشوفوها. That's it. هذا أي آخر شيء، هذا I think جورجيو أرماني جاكيت فوق الفستان، بس يورجيكم تقدر تحطوا جاكيت هاي من الفابريك تاعها القماش من اللي له لمعة، so still تقدر تلبسيه as a evening look يعني للنايت للسهرات. يا شوفي ما أحلى هذا، إذا حبيت تحطي الجاكيت. هلا رح نورجيكم لما تقيمي تقلع على الجاكيت، رح نورجيكي كيف still انتي باللوك الايفنينج لوك اللي هو يعني السهرة. من تدخل للسهرة راح تشيل بالضبط، راح تشيليه حتى وانتي داخلة راح يكون اللوك تاعك كامل انوي صح انيق كل السهرة. شوفي كيف احلى قصة الرقبة، شوفي ما احلاها والصدر والقماشة وكل شيء طبعا very nice. هذا اللون دارج، هذا اللون لساته موجود يعني موجود ينو بس برضو، والالوان السرخات هلا اللي انا رح احكي عليها هلا الالوان هذول كلهم طبعا الفيديو ورجيكم اياهم.
حكينا عليهم. واو. زي ما حكيت هو كان فاشن شو كبير بس أنا ما لحقت إلا آخره، أخذت لكم كمان لقطة لأنه كنا كتير مشغولين، والفاشن شو كان بالطابق الفوقاني نيمان ماركس بفاشن فالي. بوعدكم نيكست تايم يعني أجيب لكم أكتر لقطات وأحلى أشياء. نرجع للصور؟ هلأ نرجع للصور. ترجي هذا اللون. هلا احنا انت تتوقعي كنتي من زمان اني احط هدول التو الوان مع بعض؟ طبعا لا. اللي هو الاصفر مع الازرق بس اول صوره يا اول صوره شوفي هذا اللون ما اجمله. كنا قبل طبعا بنخاف يعني كل واحدة بتخاف او ماي جاد احط هذا اللون مع هذا اللون. يعني كثير انا حابه هذه البناطير العريفه يا دارجه هلا واسعة. رجعت يا يعني مريحه 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 الى ابعد فاشنبل فيري فاشنبل بتجنن. هذا شوفي اللون الازرق كيف هلا عندنا هذا اللون بيجنن. واو. هاي ايش لابسه رانيا اليوم الالوان قلت لها نفس الالوان الوانها عندك بنطلون ابيض مع صح البربل احنا بنحكي له نهدي يو نو شوفوا يعني شو بتحكوا له انتم بنفسجي بنفسجي شوفي ما اجمل هذا اللون حطيها مع بعض حلو صوره ثانيه لانه هذا one of the color is very popular كانت كل هاي السنه البنفسجي. اللي هو اللافندر والبنفسجي شوفي هذه كيف الجاكيت تاعها هذا شتوي لافندر افتح من الفستان شايفه ما احلى بجنن الالوان ستيل هلا نورجيكم الصوره هاي كتير حلوه شوفوا الالوان قديش فاقعه فيها بس بنفس الوقت ركزوا على كل وحده كيف ستيل حلو هاي اللوحه اول ما تشوفيها عبالك اكل يعني تريد تاكل وبتفتح نفسك يعني واو يعني بدك تعرفي عنها مور كاندي يا زي كاندي ما نو قبل ما كنت تقدري تكوني جريئه انك تلبسي هيك الوان حبيت الاصفر ويا بجنن الهات بينك الهات بينك والاصفر وعندك الازرق مع الهات بينك والشورت اللافندر يا شوفي هاي مثلا الكاب. كمان عندك الاورنج مع الاصفر كنا قبل لما نقول يا اورنج تلبسي يا اصفر صح. تجمجيهم مع اسود مع براون هلا لا اللونين فاقعين لون فاتح وبجنن اصفر وطلعي الدزدانها غير كلر يعني مو شرط انك صح لا لبقي. مو شرط يكون so يعني كله يكون غير كل قطعه لون مو مشكله هلا صار تمام يعني ما في نعم. داعي تروحي تشتري طقم كامل يا لازم سلام على الاخضر هذه one of my favorite انا مشتاقين كلها اللون كله بجنن البنطلون لونه فظيع مع الجرين حتى الموديل شوفي موديل التاب تاعها ما احلى بجنن كات الشنطة مع الشنطة شفتي كيف يا بس هاي ألوان بتاخد العقل قبل ما كنا مرتب. يعني هيك بالمرة كلش مرتب يا هلأ بجنن سو كونوا جريئين شوفي ما أجمل اللافندر هذا البنفسجي مع اللون هذا اللي هو أخضر والأخضر. نيون سموه أخضر نيون الجنطة هي النيون نيون بس نفس التاب هو أصفر صح برضو نفس لا. قريب أوكي. نيون التنين على أوكي. نيون بس شوفي قدي بجنن بياخد العقل الالوان بتاخذ العقل وزي ما حكينا بتفتح النفس وهيك بتخليكي تحسي بسعاده انوي يعني بتعطيكي فرحه لقلبك هي كمان لون طلع الاورنج شوفي ما اجمل الاورنج مع البنفسجي مع اللافندر شوفي ما احلى بيجنن سو خليكم جريئين لا تخافوا من الالوان بني من ماركس البسوا هدول مو مني من ماركس لا بس لا موجودين الالوان بني من ماركس عندنا كل الالوان الفاقعه واللي مو فاقعه بس طبعا اول ما تدخلي تطلعي على الطابق الثاني كل بورجيكي ايش دليتس هلا اللي هي كل الالوان هاي واو. ولا تنسوا الهات بينك هذا الزهري الهات بينك هذا من اول السنه كان نبلش لهلا لسه حتى بالشتاء بالشتاء يا احنا دائما نقول الوردي للصيف No. بس الشتاء الماضي بس شفتي كيف قديش كان هذا اللون شوفي ما يعني أجمله يعني غالب على كل الألوان يعني لهلأ موجود وين ما تروحي كل محل تدخليه موجود هذا اللون أحلى لون وعندنا اللون الأخضر أخضر بس مو أي أخضر هذا بسموه أوليف فستق جرين احنا نقول على فستقي بس على أغمق شوي أوليف زيتوني يعني يا زيتوني بس كتير حلو والبستاشيو سو هلا هذه أول واحدة من اليمين بستاشيو بسموه البستاشيو اللي هو الأخضر اللي على لون فستق الحلبي البستاشيو يا شوفي ما أجمله عدة أنواع وهي كمان واحدة تانية فور ديلي لوك هذه مثلا فور ديلي لوك يو نو تلبسي أي وقت بنهار بطلون مع تاب بس شوفي كيف ما أجمله يعطيكي كله وإيش ما بدك تلبسي معه هذا حتى لو بدك تنس شوز ابيض شيء يعني اتس اوكي okay.
حلو لانه حلو يعني ولنهار تقدري تلبسيه. كتير كتير حلو وصيفي. وطبعا هذا هلا في واحد تاني، هذا شوفي ما اجمل، هذا هلا جاي صيف شوفي ما احلى. هذا بتقدري تلبسيه everywhere، حتى بدك تروحي عند البحر، عندك برانش على البحر او محل معزومه بتقدري تلبسيه، بجنن ماش اخاف وفظيع. كلش دارجه الملابس الواسعه، الواسعه هلا البلاطين الواسعه رجعت، حتى القميص رجعت الواسع. قولي رجعت، رجعت القميص الواسع يا تحطيها فوق التوب تاعك يا كلها كله رجع ودارج بجنن يعني از لايك الوان حلوه. حبينا نورجيكم هذه الالوان الصارخه ونقولكم يو نو ما تكونوا خايفين من الالوان، بالعكس ضيفوها على حياتكم، دخلوها بحياتكم، رح تحسوا نفسيتكم تتغير. وهي اخر الفاشن يعني هلا الالوان هاي الصارخه كلها يعني حلو الواحد انه يمشي على ويا الموضه الفاشن يعني. يا يو نو ما دخل يمشي على الموديل، كونوا جريئين. اذا ما نقدر بالتفصيل الملابس بالزبط. نمشي على اختاري على لون. الالوان اختاري لون واحد اذا انت بالنسبه لك كتير هيك عليكي، اذا انت لا قصدت يعني تيري مثلا انه انا ما اقدر البس من انا قصير او قصير فاقدر اعتمد على الالوان فقط، مو شرط يكون الموديل هو نفسه نفسه، بس اعتمد على الالوان حتى امشي ويا الموضه بالضبط. مو شرط انها نفس القماشه ونفس اللون. صح. شفتي كيف تقدري تضيفي لون ثاني ستيل عندك اللوك الفيري فاشنبل لعام 2023. بالضبط. كثير كثير الوان حلوه وفظيعه بتجنن. بالحلقات القادمه ان شاء الله، بالحلقات القادمه ان شاء الله نيكست ويك راح اكون محضره لكم على السكربينه والدزدان. حلو. كلها براند نيم باي ذا واي، انه نيم الماركس ما عندهم شيء مو براند نيم. اخر موديلات اخر موديلات والاشياء شيء فظيعه يعني راح كتير كتير تحبوها باي ذا واي. فاذا كل انواع الجنط اللي تحبون انه يكون لكم علم فيها اخر الموديل الوان وموديلات نلبسها وين بيا مكان كل وحده وبيا مكان نلبسها. وايضا عفوا الاحذيه اكيد هذه راح نعملها نيكست ويك ان شاء الله بالاسبوع عشان يكونوا عارفين من هلا اذا عندهم اسئله او شو يحبوا او يحبوا يتابعونا نيكست ويك نيكست ماندي ان شاء الله بنعملها. راح اكون محضره لكم حلو صور وماركات وكل كل شيء بالدنيا حتى نوجهها. فكل هاي التفاصيل راح تشوفوها ويانا الاسبوع المقبل من حلقه جديده من برنامج فاشن. ابقوا ويانا. شكرا تيري. شكرا حبيبتي. شكرا للجميع المتابعين ونشوفكم الى اللقاء. الى اللقاء.